هيا امسك عم هذا القسط الاخير وعم ادي لي الحق حقي شروح لي وعم هل سعشي بالحسب حسابي وجدت انك عندك فاتة اقصر فاتك تضحك ايش وعم حتى لان كل شيء ارتفع حتى مع جات الموظفين ارتفعت حرم عليك وعم 12 سنة وانا قصت لك وعم 12 سنة وانا بدي لك شهريا من راتبي كل ما ساعة تخلق لي أزمة ساعة وقع حرب العراق رفعت علي وقع عزيز البصير رفعت علي أنا قد شزوق مش حارب شواعة ما نبدا اسمع يا ولدي احنا بنتأثر بالمنظومة الدولية وما حصل عندهم حصل عندنا لازم نتأثر به بعدين لا تنساش اننا سابق عليك 12 سنة وانا بين اكل بنتي واشربها هذا فاهم ولا لا بفلوسي واعم تأكل بفلوسي بعد انا اول مرة اشوف واحد يقصد حاجة ما هلش عنده الناس يقصدوا حاجة عندهم اسمع ليش ازوجك بزهرة قضي بلا واعم دي بلا ودي بلتو بعدين زوج احنا يا عم قبل ما يلحق احنا الموت اسمع باقي عندك ثلاث اقساط وبعدها زوجك فاهم ولا لا؟ لا حول ولا قوة الا بالله امري لله الحب عذاب بقلوب الشباب ماشي نعمل انا شدي لك الثلاثة الاقساط شعمل لي جمعية وسدي لك الثلاثة الاقساط بس اسمع يا عم انا 12 سنة وانا ادي لك يعني خلي زهرة تكون تصبر لي الثياب حقي يعني باهي كل الديهن ولا شي خليها تصبر لك الله يحفظك يا عم الله يحفظك يا عم ما بش مانع اكون اجي كل عندكم يا عم قم قم يلا طيب يا عم يلا لو جينا لك بالعيد يا عم ما فيش تخفيض ولا برب اسمع ما فيش يا عم يلا مع السلامة مع السلامة يا عم الحين هو نا جاوعين نضرب صدق ولا ناكل لا يا نضرب بس ناكل بس بعيد من الحارة لا حد يسمع لا حد يسمع لا انا لا بعيد من الحارة لا حد يسمع ايوه بعيد يلا صبحنا انا صباح انا فريقك العذاب ابرد لك يا اخي خلينا احنا العقلة يجي لك واحد يحرق دمك وانت يرجع بطريقك خيرك يعني لا تزوجنا ولا الناس خلوا لنا حالنا يا اخي احنا قبالك انت واحد تسلف مع حق زوجي لا انت 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 مجنون ولا مجنون دحين بواحد يسلفك حق زواجه بكلها ولا بالاحلى ما بس ما نفعل انا خايف لحد ما يقولوا هذا كا ما يسموه بعد ناس نعنس ما نعنس ما يعنسوا شي الرجال متاكد اه انا شركان خلاص ما دام نعنس ما راي حي الله من جد الله يحييك واهلا وسهلا الله يبقيك بعدك اسمع يا حاج ما رايك نزوج البنات والعيال من هو هذا؟ كيف يا حاج محمد؟ يعني أنا أبدي سامي بنتي لمحمد ابنك وأنت تدي جميل بنتك لواحد من العيال ولا أشتي من نفسي ولا أشتي مني شيء وافي وكامل يا حاج محمد وأنا مرحب ومسهل ما دام وأنت رحبت وسهلت وبني كيف؟ ما تش بنتي لواحد من أولادك؟ بيض الله وجهك بس أشتي أدري من أيكون نسبي عبد الكريم ولا عادة؟ يا عم هذا سؤال الله يبارك فيك انا طبعا انا الكبير يا عم كيف اي كبير وانا ما قال لك ما عرف هندولو بس انت صغير صغير هذا يقدر شيء بفلا ما يزوجوش صغير ما احنا صغار احنا عيب عيب اتا قوموا خرجوا خارج خلوني اضحك على الضيوف يلا قوموا خرجوا خارج حي الله من جد الله يحييك واهلا وسهلا يا عادل يا عادل يا عادل انا اخوك الكبير واعرف مصلحتك اكثر منك انت اكبر مني بس بثلاث اشهر ما تبش فعلوها كذا انت اخوه معلم 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 هم سبع كل ما في يصير لي حاجه يشل علي مثل حاجه اللي تعرف رزقينا 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 يا عنالي شنو اللي دلعت هذا الصغير حقهم رزقينا اللي ما تحب الا نفسك والله انا ما بحب نفسك انت اللي تحب نفسك اخا ولا اسمع كلمه من واحد منكم أنا جمعل بينكم سهم القرعة ومن طلع اسمه تزوج والله أنه هذا أحسن حل ومن طلع من نصيب الزواج يتعاون مع أخوه لأنه ما يصبرش نكح العين وعين لأ ما قلتوا أنتم موافقين على هذا الحال ما في سألتي يدك أنت وياه ساري أنت أنا إيه
بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. لا لا لحظة يلا تقول اللي اخترته مختار. ما عليك. بس لو تذكرش انه انا اللي بين اصحابي. اسكت. بسم الله. عادل حظك ونصيبك. انا الحمد لله. بس مبروك. ولا تقلق اخوك جنبك. اعرف من هذا مين من هذا مين. ما هي قمكم قم ايش عند الضيف. هيا ودمتم. قم قم. هذا مين وهذا مين. تحرك. سبحان الرزق. ولا عليك ابني. والله والله ما يهدى لي بال الا لو ما ازوجك. رزقي على الله. عاد ازوج نفسي ما تقلقي. خلاص يا حاج تمينا. عادل ان شاء الله عاد انا سبكه. عادل عادل كلهم مثل اولادي. ولو عاد كان معي بنت غير جميله كنت ازوجها بعبد الكريم. بيض الله وجهك يا حاج. يلا نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا اختي قطعتي قلبي اقساطك صار. على قال انك مخطوبه ومضمون. ما نبيك تطير علي عرسان الدنيا والاخره من جشعه وطمعه. يشتي يضيع عمري وشبابي مثل ما ضيع عمرك وشبابك. ليش؟ عشان يبني الدور الثالث. صار يا اختي منتي بنتي مره واحده. قولي انا على اللي قد لي صابره 12 سنه. بصرتي عارف خطيبي سامن كان سامن قدو. ابو عسكر الحمد لله الحمد لله. ابو عسكر يا عسكري. اوه ما تشوف اندم. ايوه رجال 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 هذا الان ضابط. تروح تجيب المسجون اللي مسكونه اليوم الصباح. حاضر يا فندم. ها تعال تعال. اي منهم يا فندم؟ ايش من مسجون مس كم يا مساكين مسكونه اليوم الصباح؟ هو مسجون واحد. روح جيبه. أي منهم برضه؟ شهد يا الله. هات الكل اللي بتسجن جيبهم. ها؟ استحي كنت لما تسرق مش الآن. هده 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 قير قير. هذا السارق ولا المسروقات؟ هذا هو السارق الذي مسكنا مع المسروقات. هو ذا هو السارق. هذا عثمان ابني. عثمان من؟ ابني ابني عثمان. هو هذا السارق اللي مسكنا اليوم الصباح والمسروقات مضبوطة معه وموجود المحضر. وفي عثمان ابني هو اللي سرقنا. أيوة هو. تسرقنا يا لحظه يا لحظه خلينا نعرف لحظه يا حاج لحظه لحظه الدهر يا بالبيت يا راك ايش دايبنا انت بقص عمك انا ببيته خلاص هدي يا اخي دايبنا ايش قلنا شوف صابر من الصبح انت عسكري ملحم يا لكن هدي هدي يا اخي حول ولا قوه دايبنا كنت عملنا ابني تسرقنا هذه اخر تربيتي هذه اخر تربيتي ابني تسرقنا انا ربيته اكلته وشربته وصرفته نقصته على كيش على ست سرقنا بس بس يا أخي حمود أنت عمرك ما ربيت أنت آخر حاجة فعلت التربية أنت ضربت وأهنت وبخذلت وشتمت إلا إنك ربيت وحرمت وكل حاجة عملته إلا التربية هذه مش تربيتي هذه تربية عيال السوق صح هذه مش تربيتك هذه نتيجة تربيتك الله المستعان الله المستعان يا عثمان آخر تطلع سارق وما أنت سرقت سرق أبوك لا يا عم أنا مش سارق أنا مسروق سرقت مني طفولتي سرق مني حقي في الحياة أنا أعيش مثل أي طفل سرق مني حقي في التعليم حقي في اللعب في الضحك حتى حقي في الحزن سرق مني سرق مني الحنان حنانك يابا سرق مني العطف عطفك علينا يابا كل هذه الأشياء سرقت مني بس واحدك اللي تقول كلام هذا وحدك انت الحين ترد لهم علي انا وحدك ولا شوف اخوانك لا يا ابا كلنا يا ابا سرقت حقي في التعليم سرقت حقي في المساواه خلصتني في نظره اقل من سرقت حقي في الحياه والله حلو والله الحين قلت ترد لهم علي انا اخرتي انا اللي بطلع الغلطان ها انا ابوكم
أبوكم اللي ربيتكم واللي أكلتكم شربتكم. رجعوا لنا الغلطة. لا أحد يغلطنا. قلتوا بحيث تقضلوا علي كلكم. يلا البيت. يا رجل اسمحوا مرة واحدة. يا ما قسكتوا خلهم تكلموا ولو يوم. ولا تسمع أحد. اسكتوا. اسكت أنت. أسألك بالله.